تنضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن الكاتبة والباحثة السياسية السودانية السيدة فاطمة غزالي. أهلا بك معنا عبر شاشة الغد. سيدة فاطمة، كيف تابعت هذا الموقف الأمريكي وما تفسير تعليق محادثات جدة حتى إشعار آخر؟ شكرا لك، شكرا لقناة المفاوضات من جانب القوات المسلحة والجيش. تصرف يعني معتاد عليه في كثير كان من المفاوضات السلام ليس بقريب، وهو الهدف منه أصلا كسب موقف تفاوضي. يعني الجيش يريد أن يرسل رسالة يقول فيها أنه قوي في الميدان وأنه يمكن أن يكسب هذه المعركة عبر يعني عبر المعركة على أرض الواقع، ويستطيع أن يهجم الطرف الآخر أو قوات الدعم السريع، وليس بحاجة يعني إلى منبر تفاوضي. ولكن هذه قراءة غير صحيحة. كثير من الحروب في السودان انتهت على طاولة التفاوض، حتى الحروب العالمية تنتهي على طاولة التفاوض، وهذا الموقف يضع القوات المسلحة أمام الوسطاء، موقف الطرف الذي يريد التصعيد. والوضع الإنساني كما تعلم على الأرض لا يتحمل يعني كثير من المعارك الدائرة الآن، يعني عدد ليس بالقليل من السودانيين، يعني مليون، أكثر من مليون نازح ولاجئ يعني خارج البلاد ما بين مصر وتشاد ودول الأخرى، إثيوبيا وجنوب السودان. هذا الموقف نعم يعني أجبر الإدارة الأمريكية أيضا على فرض العقوبات، يعني عقوبات على الأشخاص، عقوبات شخصية وعقوبات اقتصادية على شركات. يعني سيدة غزالي، هل تعتقدين أن الولايات المتحدة تعاقب اليوم طرفي الصراع، الجيش من جهة، قوات الدعم السريع من جهة أخرى، لعدم احترام الهدن والاتفاقات التي تم التوقيع عليها في جدة؟ نعم، هذا واضح. من نعم، الرئيس الأمريكي بايدن تحدث عن عقوبات ولكن لم يشرع في يعني تنفيذها، ولكن الخطوة الآن وتصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يعني واضح أن الإدارة الأمريكية تذهب إلى العقوبات ومعاقبة الطرفين على موقفهما. يعني كما تعلم أن المعارك دائرة حتى في يعني أيام الهدن لم يهدأ يعني لهذه المعارك يعني صوت، والعدنين ما زال قتل المواطنين مستمر، يعني القصف بالطيران، مضادات الطائرات، كثير من الممارسات اللا إنسانية يتعرض لها الإنسان السوداني. تمام، واضح سيدة غزالي، ولكن على صعيد الحرب المستمرة الدائرة الآن في السودان، المطالبات من قبل المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة لطرفي الصراع بالالتزام بالتهدئة، هل العقوبات ستجدي نفعا في إلزام الطرفين في تحقيق ذلك؟ يمكن أن يعني أن تكون يعني تأتي بنتائج، لأن الطرفين والقائدين يستندان على قوة اقتصادية لتسليح هذه المعركة. أي حرب تحتاج إلى يعني مصدر للأموال، وشركاتهم تعمل في هذا المجال. يعني حميتي لديه شركات الذهب وغيرها، وأيضا الجيش يسيطر على الشركات الاستثمار والاقتصادية في السودان. كما تعلم ميزانية السودان يعني منذ عهد الإنقاذ عادة 70% أو 72% تذهب إلى الأمن. يعني هذه الميزانية التراكمية كل جميعها يسيطر عليها الجيش والأمن، يعني منذ عهد البائد. فهذه العقوبات الاقتصادية قطعا ستهدد يعني أمن الرجلين المالي، فلا بد أن يعودا يعني إلى طاولة التفاوض. وهذا الحديث يعني موجه إلى الجيش، لأن القوات الدعم السريع لم تعلن انسحابه، ولكن الطرف الآخر أعلن انسحابه، ربما أيضا فلول النظام البائد أو الخلايا النظام البائد في القوات المسلحة تمشي لي. تمام. هذا السيناريو الذي تذكرين سيدة غزالي، في حال لم يتحقق، لم يلتزم طرفي الصراع بما يتم الحديث عنه من إجبار وإلزام للقوتين على الأرض بوقف إطلاق النار، في حال لم يلتزم
الجيش أو قوات الدعم السريع، كيف حينها ستتصرف واشنطن والرياض من وجهة نظرك؟ طبعا معلوم أن لواشنطن علاقات قوية مع المنظمة الأممية، ويعني 70% من ميزانية الأمم المتحدة تأتي من واشنطن. قطعا سيكون هنالك تنسيق مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ربما يضع السودان في عفوا لحفظ السلام والأمن. الأمر قد يتطور إلى يعني لا نريده، ولكن إذا ظل المدنيون يتعرضون لهذه يعني هذه الحرب دون حماية، دون احترام حتى للممرات الإنسانية، دون احترام. نعم سيدة غزالي، على عجالة، هل يمكن أن تتدخل الولايات المتحدة عسكريا، قصف مقار مثلا للجيش وقوات الدعم السريع؟ نعم. القوات التي لا تلتزم بالتهدئة ووقف إطلاق النار، هل يمكن أن نشهد تدخلا عسكريا من قبل الولايات المتحدة وحلفائها؟ ربما نعم. يعني في هذه المرحلة الأمم أو الإدارة الأمريكية تفكر مليا في مسألة إرسال قواتها، فهي تعلم أن الرأي العام الأمريكي يعني لديه حساسية من مسألة إرسال قوات أمريكية إلى منطقة أفريقية أو منطقة الشرق الأوسط. هنالك تجارب ليست يعني الحميدة بالنسبة لي من الأشياء. أشكرك جزيل الشكر فاطمة غزالي، الكاتبة والباحثة السياسية السودانية، كنت معنا من واشنطن.